بالنسبة للنادي الأهلي، يا يوم عليك يا يوم مش في صالحك، أو يوم مش في صالحك، يوم عليك يوم مش في صالحك، واليوم الثالث أكيد ضدك. بقت ثوابت كرة القدم زي ثوابت الحياة، الأخطاء التحكيمية زي ثوابت الحياة بالظبط. مفيش أسبوع هيعدي من غير الثلاث أو الأربع، مفيش أسبوع هيعدي من غير الحد والخميس. كذلك كل سنة، كل سنة لازم يبقى فيه أخطاء تحكيمية. مفيش سنة هتعدي من غير يوم آخر يوم في رمضان، مفيش سنة هتعدي أبدا من يوم أول يوم دراسة. الأخطاء التحكيمية كل سنة. اتفرج وشوف على عينك يا تاجر. دلوقتي مع بعض هنتفرج شوية، هسيبكوا لبعض الحالات، لبعض الحالات، لأن احنا عندنا هنا هتبقى الأمور التحكيمية عاملة زي ليالي الحلمية من خمس أجزاء. إليكم الجزء الأول.